التبرع يدير 50,000 في بلاصتو. احنا انا خلصوا بنفسي ب 50 وعاد ورفتها بلطوتي. هذا الخبر نقول لك عليه. تحكي لي الحاجه السلاله هنايا تاع هنا السلاله معروفه سلاله الرامبي هنا على مستوى ها واش زيد واش مواصفاتها؟ لها سلعه شابه وانا الكبش ما نخدموش نخدم الخروف حاول يخدم الكبش. الخروف رانا نخدموه بصح لكني رانا خاسرين في رافير السنه تعبنا باطل والله الا تعبنا باطل. يعني انتم فوتوا جائحه كورونا غلق الاسواق يعني ودي تخدمنا ما خدمنا في كورونا ما خدمناش كاع. كيفاش كنتوا فوتوا هذا الله؟ هاكي قاعدين واش نديروا نصرفوا من جيبنا وقاعدين. صح لازم نسالك سؤال واحد اخر تربيه الكباش يعني من البدايه للنهايه يعني كيفاش تربيه كيفاش تكبره باش توجده للعيد؟ تصرف عليه خروف دير له البره داويه توكلوا تشربوا تصرح به حتى يلحق الوقت. كي يلحق الوقت هذه تصبح خاصه. صح كاين نقطه اخرى يعني منها او يطالب بها المستهلك ودارت مشاكل يعني الكبش هذا واش توكله مثلا هل يعني تقرسه تعطي له اعلاف في في في, في الزريبه كما يقولوا او تديه للمراه يعني هنا باه ما يكونش مشكل اللي كان يتكرر كل عام تاع الاضاحي اللي فاسده. يسرح ويجي ياكل تصرف عليه نقولوا تشلو التبن تشلو العلف تشلو كذا وراك سارح توكل تشرب هذا الوقت تاعو. كي يلحق الوقت شي مضارب تلقى روحك خاسر في لافير. انا عام الاول شريت 41 خروف وقعدت نشرب عليه نهار اللي قدمتها للبيع نسيب روحي نخلي 300 400 في الراس تعبت باطل. هذا الخبر نقول لخويا. واش هنايا رساله توجهها للمستهلك في الثقه الثقه تاع صح ما كاش مشكل. شوفوا موال اخر او الاخ مستهلك ولا مشتري مشتري الاخ ولا مربي ولا احنا نربو نربو بصح كلاتنا الماكله قاليه ما كيما درنا ما سلكنا والله ما نجحنا فيها شيء. هذه هي ورانا نحوسوا راحت حتى 400 500 550 النخاله 400 350 الواحد الواحد يقول له السارحه ثم راه في 500,000 حوكي احنا ما لحقنا حتى الحيوان. انت ربيت اللي ربيت انت اليوم راك جايب تبيع اليوم؟ بعت ولا تبيع بصح ما ربحنا فيه والو. السعر تاعك شحال؟ ها كل واحد وسومته مسكر كاين الكبير وكاين الصغير وكاين هذه هي. واش تقول المستهلك اللي يتساءل دائما على نوعيه الكباش نوعيه الاضحيه انها تكون صحيه تكون ايوه تكون صحيه تكون البيض تعطوا لها حاجه مليحه يعني نعطوا لها الزراع نعطوا لها السارحه هذه مسكره الدواء. هذا السارحه فيها راهم يخدموها في فرنده هنا عندنا فيها الدواء فيها كاع مسكره الزرع فيها وقال يعني هنا نوعيه الكباش او الاضاحي هنا يعني لا مشكله صحيا يعني مليحه يعني الحمد لله. البيطاري كاع ما يخطيش هاو احنا دائما البيطاري عندنا هنا في ولا يتيارت هذه والكريه هذه تاع الحصيده باه تكري هذني حيه واحده اخرى احنا راه قالوا لنا 800,000 هاي حتى يصوت الكاميرا هضر. نعم زملائي كم نعم نعم ها واش السلام عليكم. شوف شريف الدين بلع علينا في عام قالنا نكريكم لا هنايا هنا المراعي شحال راكم تكلوها؟ قال لي 800 وبلع عليا في عام. قال لي المراعي 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 تاع الدولة تاع قال لي 800 وبلع عليا في عام. قال لي المراعي يعني 800 الهكتار يعني ولا المحميات مثلا الرعاوية والسهوب؟ لا لا ما نروحولهاش حنايا غينا يكرينا. اخ هنا نوعية الكراء 800 راهي واصله 800 للهكتار. عشري في الدين كتار واحد واه كتار واحد قال لنا 800 صح يعني غاليه بزاف غاليه غاليه بزاف. الله يحفظك. انا ما زلنا يعني في هذا النقل المباشر زملائي الكرام وانا تابعنا ربما تتبعتم معي فصيله او السلاله المعروفه هنا على مستوى ولايه تيارت وهي سلاله الرامبي او اللي هي يعني مشتقه من اللون الارنبي المعروفه بولايه تيارت هنا بمقاومه الظروف المناخيه معروفه كذلك بذوق اللحوم الجيد والتي تربى هنا على مستوى تيارت الاغواط افلو يعني هذه هي المنطقة الحاج هنايا هذه السلالة تاع الكباش الحاج هنايا هذه رامبي هذه رامبي واه رامبي واه السلالة هنا السلالة هنا مليحة هي والجلفة والاقواط وكاع مليحة كاع السلالة هذه والبيض المشرية هذه هي المناطق اللي مليحة.
يربوها كما ها وهني شاني. احكي لي عليها واش تعرف عليها انت؟ حياه مليحه، هي مليحه في اللحم، مليحه في البنة، مليحه في كلش مليح. ها فيها مليحه في كلش، كلش مليح. صح هذا هو، ويربوها الناس. عندك العلف راه قال شويه، العلف راه حتى ل 500 450، هذه هي دهش الناس. الحاج في التربيه، في التربيه يعني باه تحضر انت الكبش للعيد، واش من وقت يعني شحال وانت تحضر في الكبش؟ كاين وين يشروه من عمنا ولد القيس. شحال مثلا يعني عام سنه؟ حاول قريب سنه، كاين 6 شهور، كاين 8 شهور، كاين كلها وكيفاه، باه يطلع يكبر. واش تربي تديه للمراعي او توفر له الاعلاف؟ الاعلاف حنا اللي عنده البلاد يديه لبلاده، هو اللي ما عندهش البلاد يوكله، يشري له العلف ويوكله. هذه هي ارحم والديك. صح شو نعم زميلتي أمينة. نعم ديار، إذا تقريبا نعم. جل تصريحات الموالين نعم. كانت حول ربما غلاء الأعلاف وكذلك الظروف الصعبة نعم. التي نعم. رافقت جائحة كورونا. طيب ابقى معنا ديار بن داول، ننتقل مباشرة إلى ولاية بسكرة وبالضبط منطقة فوغالة. ينضم إلينا مراسل تلفزيون النهار بولاية بسكرة علي رحاب. صباح الخير علي. كذلك يعني ولاية بسكرة معروفة بسلالاتها، معروفة بسلالات الكباش، يعني ما هي الأجواء هناك في سوق منطقة فوغالة؟ هكذا علي رحاب. نعم زميلتي أمينة، صباح الخير والسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا تعرف ولاية بسكرة عموما قبل التقسيم الجديد بمعنى ولايتي الآن بسكرة وولد جلال بتربية رؤوس الماشية، حيث تحصي الولايتين أكثر من 1,300,000 رأس، وتعتمد على تربية رؤوس الماشية خاصة سلالة كبش أولد جلال. قبيل ربما أقل من 3 أسابيع عن عيد الأضحى، نحاول الآن من سوق بلد بلدية فوغالة للماشية معرفة أسعار الأضاحي ومدى إقبال المواطنين على هذه الأسعار. نعم أخي ممكن تعطينا فكرة على الأسعار، على الأسعار الماشية هذا اليوم؟ نعم معي موال من بلدية فوغالة. من جلال. من ولد جلال. ممكن تعطينا فكرة على الأسعار تاع الأضاحي؟ ماهيش غالية اليوم الأسعار. شحال اليوم؟ ماهيش غالية. العلوش الخشير 45 5 حتى ل 6. مثلا هذه الأكباش هذه شحال ديالك؟ الكباش هذوك زوج عطاو فيهم 85. في الكباش في زوج عطاو فيهم 85 على بعضها. 8 ملايين و500. 8 ملايين و500 في الزوج، الشي عطاو 25.5، 25 و50 ألف. طيب السعر تاع البيع تاع الاضاحي تاع 8 ملايين و500 شحال؟ الشيا هذو نخزرون في 3 ملايين ونص، والكباش 10 ونص، 5 ونص 5 ونص، يطيحوا ب 11 مليون في الزوج. الكبش تاع 8 ملايين ونص هذاك شحال البيع تاعو؟ 8 ونص في الزوج. البيع تاعو 5 ونص. 5 ونص للكبش. ما تشوفش الاسعار شويه مرتفعه؟ ماهيش مرتفعه. مقارنه مع العام الماضي؟ لا 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 لا، مع الاعلاف هي اللي مع الاعلاف هي اللي قاليه السنه بزاف مرتفعه الاسعار بزاف تاع اسمه. ماهيش مسلك بهذا الاسوان، ماهيش مسلك الموال، ما يسلكش بهذا الاسوان، تعبان. بالنسبه للعام الاول العلف طايح شويه، حتى السوق راك على السنه في القلع، العلف كان موفق ثاني. السنه راه غلاوات كبيره، الشعيره في 550 وخلا 400 420. ممكن تحدد لي الخروف تاع 8 ملايين و500 بالضبط؟ لا لا مش وحده، زوج عطاو فيه 8، عطاو فيه 42 ونص في الزوج، ولكن السوم نتاعهم ما يلحقوش 55 6 ملايين ما يسلكوش. هذه بارك الله. ممكن نعم. طيب نعود إلى ولاية تيارت وبضبط منطقة السوقر، ونعود إلى زميل ديار بن داود. طبعا كنا استمعنا لتصريحات الموالين ديار حول ربما غلاء الأعلاف والمشاكل التي واجهوها خصوصا خلال جائحة كورونا. نعم تفضل ديار. نعم إذا نشاهد هذه الصور التي تصلنا مباشرة من ولاية تيارت وبالضبط من سوق بلدية السوقر في ولاية تيارت، أحد الأسواق نعم. سؤال برك تعاود. نعم تفضل ديار بن داود أنت على المباشر.
زميلتي سؤال، ماذا كان سؤال؟ نعم، فيما يخص يعني سؤال. تصريحات الموالين، قبل قليل شهدنا أن تقريبا أغلب الموالين كانوا يشتكون من غلاء الأعلاف وكذلك الظروف الصعبة التي واجهوها خصوصا خلال جائحة كورونا، هكذا ديار؟ نعم 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 زميلتي، يعني الظروف السنه او السنه والنصف او تقريبا سنتين من جائحه كورونا اثرت كثيرا على الموالين، خاصه من نقطه غلق الاسواق، غلق اسواق الماشيه. يعني الموال عانى في هذا الخصوص باعتبار ان تربيه الماشيه او هذه التربيه يعني تعتبر مصدر رزق للموال الوحيد، يعني مصدر رزقه الوحيد. لذلك اثرت هذه الجائحه خصوصا جائحه كورونا، اضافه الى مشاكل اخرى منها الاعلاف وظهور سماصره وغلاء الاعلاف. يعني مثلا الشعير وصل الى نحو اكثر من 5000 دينار للقنطار الواحد، بدون ذكر يعني الأعلاف الأخرى وغلائها، إضافة إلى حرمان أو عدم مطابقة الدعم الذي تقدمه يعني مصالح تعاونية الحبوب للموال. الموالين في هذه النقطة يطالبون يعني بإعادة النظر في الكمية الممنوحة من الشعير يعني لمواشيهم، ولتكفي يعني على مدار السنة أو على مدار الأشهر لتربية الماشية، يعني تكون حصص مضاعفة تكفيهم في المحافظة على هذه السلالة. يعني اليوم أو في هذه الفترة الموالون يعني أجمعوا على ظروف قاسية يعني مروا بها خلال سنة ونصف من جائحة يعني من جائحة كورونا، مطالبين يعني الدولة بمزيد من الدعم، مزيد من المرافقة، مزيد من تسهيل يعني اقتناء الأعلاف، لأنها يعني أثرت أو أصبحت المعادلة الصعبة في أسعار الأضحية لهذه السنة. ديار، لو تتقرب ربما نعم من أحد الموالين هناك نعم، وترصد لنا ربما بعض الأسعار، أسعار نعم الماشية إذا ممكن. نعم 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 زميلتي، الآن مع أحد الموالين الحاج موال. موال يعني اليوم الأسعار شحال راهي؟ راه مازال الصباح، رانا عاد في الصباح. شحال مثلا تارك عارض عندك، عندك سعر معين يعني؟ سعر معين راه معقول، الاسعار تاعها معقوله لي مره. عندك انت تشوف الاسعار معقوله؟ معقوله. شحال مثلا السعر اللي راه انت؟ يكون 45 يعني 4 ملايين و500. 4 ملايين و500 وال 1000 راه غالي، الموال هو اللي قابلنا وعام تاجير فيه يعني راه 12 شهر باه لحقناه لهذا النهار. نشوفوا هنا موال اخر يعني يتحدث لنا على اليوم السعر، اسعار الاضحيه اليوم شحال راهي دايره؟ على كل سومه كاين حتى 4 ملايين 5 ملايين حتى 7 ملايين بسعر عارفه ود عمي راهي. شنو الاختلاف، شنو اللي يدير الاختلاف هذا يعني من 4 ملايين 7 ملايين؟ شنو الاختلاف؟ اختلاف السومه كاينه، السومه راهي اكذب اكذب يعني بين يعني كبش تاع 4 مثلا تاع 4 ملايين وبين كبش تاع 7 ملايين، شنو الاختلاف؟ شنو هنا اللي زاد؟ زاد العلفه، هو وكل كان يوكل اللي كاينه ب 9 شهور هو يوكل، اللي كاينه ب 9 شهور هو يوكل، ولازم يبيع يعني بالسومه هو. من يجي هنا يقول غاليه، تقول له 4 ملايين يقول غالي، هو صارف عليه يعني نص بالنص. واش قلنا اخي ثاني يعني انت ثاني مربي؟ ها مربي عاودي ماني مربي موالو. يعني انت يا مثلا صح تعاود، انت تعاود تشري انت؟ قول لي كيفاش اليوم هنا لقيت الاسعار؟ غاليه السومه، الاسبوع راني شاري زوج خرهات. شحال شريتهم يا ودي؟ شريت واحد، شريتهم 5 ملايين. انت اليوم راك شريتها 5 ملايين، شحال باغي تعاود فيه؟ شحال باغي تعاود؟ خالص ب 37. هذا اش تبي انت؟ اش تبي تدي فيه؟ هذا شحال؟ كم شحال؟ خالص ب 37. هذا انت اش عبي تبيعه؟ بتبيعه ب 4 ملايين؟ ما تبيعش بربع، إلا دينا فيه 50 أو 100 عفر أنا أعلم، ورانا ماني جماعة في واحد كاين خمسة تاع الناس. يعني أنت ثاني يعني من اللي الناس اللي يجوا اليوم الصباح يشروا المواشي أو يشروا الكباش ويعاودوا فيهم البيع؟ أنا راني من البارح أنا قاعد بطري، أنا مستغال مي.
من الصغار مرحبا بك. استغالي موا يعني من يامس لحد من البارح لحد 11 تاع الليل. احكي لنا احنا انت راك ندرت في عده اسواق يعني وشفت الاسعار، كيفاش مثلا من تيارت من صغانم ولايات اخرى الاسعار كيفاش راهي؟ شتا راهي يا كيف كيف شايه لهنايا غاليه بزاف. هنايا في تيارت غاليه اللحم هاو كي تشري اللحم تسيبها غاليه. انا الشاه اللي خلاها تغلى هنا في تيارت، علاه لقيتها في تيارت غاليه؟ ها العلف راهم يصرفوا راهم يوكلوا بزاف. السلالة ثاني مليحة هنايا. اه اوكي. فروق كيما كون تخلي عندك سمانة نقام لك في 45 46، أنت تبيع 46 ذا العلفة راهي النار ولد عمي والله لا راهي النار العلفة. أنت كي تشري الكبش اليوم هنايا وين تبيعها أنت؟ وين؟ ما تحسينيش، ما تحسينيش كاع وين ندير، ربما بالعباس، ربما سعيدة، ربما ما تحسينيش كاع وين نروح. أنا نشري من هنايا أنا هذا يعتبر مصدر رزق ليك، يعني كي يقرب العيد أنت هذه الخدمة تاعك. هذه هي الخدمة تاعي يعني نشري نعاود في السوق ونبيع. تسهيلات من موالين ولا واش يقولوا لك؟ يا ود الشباب يقول لك راهم يخلصوا، راهم يبكروا باطل، راهم يتعبوا باطل، راهم يتعبوا. تنوض على الزوج تاع الليل 11 تاع الليل تخرج من الخيمة ما تصورش حتى 100 ألف، تهدر الدور تسيب روحك اللي تصور 100 ألف تسيب روحك صارفها في الطريق. كاليا في الطريق مازوط وفطور هذه هي و... الله يعاونك صح. الاخ مشتري؟ لا مشتري انا مشتري. منين؟ من 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 عين زيريت من متيار. واه اليوم شريت انت؟ لا مازال ما شريتش. مازال حاس راك تجولت نظن هنا في السوق. السوق على عكس الاسعار شحال الاسعار مضاربه راه حتى 7 ملايين كل واحد وسمو مازال ما رتبش. نعم زميلي نعم ديار ابقى معنا فقط ننتقل مباشره الى نعود الى منطقه فوغالا بولايه بسكرة وزميل علي رحاب تفضل علي. نعم علي رحاب هل أنت معنا؟ يا أمينة من جديد من سوق المشية ببلدية بوغالا نستمع لآراء بعض الموالين حول الأسعار حول الأعلاف. معي موال من ولاية بسكرة على ما أعتقد يعطينا فكرة حول الأسعار وما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها. يقول لك الاسعار هي تعدات هكذا، احنا من سبايب العلف، احنا رانا هكذا ماناش خالصين فيها. الخروف من 5 لتحت راه خلاص راه موزه ضاربه 3 ملايين ماكلتها. مش مسهل الحال. احنا رانا غلبنا راه تمينا. راه اللي كانت عنده 500 اليوم راه عنده 112. ايه وتم. اسمع وهاك تشوف كيف راه النسوان واليوم راه تولي مع 10 خرفان تولي تلقاهم في السوق تلقاهم يديروا 7 والاخرون كل من 5 ألف. بالنسبه للمواطنين كان البيع يبيعوا في نعم. إذا مشاهدينا كانت هذه تصريحات بعض الموالين بمنطقة فوغالة بولاية بسكرة.